بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وله. إخواني وأحبتي، عايزين نناقش بس مسألة مهمة بعض الناس بتتكلم فيها، وبنشوف بعض الإخوة للأسف بيجيبوا أحاديث ضعيفة ويستشهدوا على يعني عكس الحديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا به. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هو أمر الصحابة أن يتوضأوا بعد أكل لحوم الإبل، اللي هو إيه؟ الإبل اللي هو الجمال. فبيقول الله سبحانه وتعالى استشهد بذلك في القرآن، قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، الآيات. المهم ربنا سبحانه وتعالى ذكر الإبل في القرآن الكريم، وعندنا سورة كبيرة اسمها سورة الأنعام. فالإبل أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا أكلنا لحوم الإبل إن احنا نجدد الوضوء ونتوضأ تاني بعد أكل لحوم الإبل، لسبب قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها يعني فيها شيطنة. يعني الإنسان بيأكل لحم الإبل سبحان الله، يعني لو أكلها على تكرار كبير يعني مدة طويلة جدا جدا، سبحان الله، قد يكون هناك قسوة وشدة وغلظة عند هذا الإنسان. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث إن أنت تجد القسوة والغلظة عند أصحاب الفدادين وأصحاب الإبل، أما اللين والرحمة وكذا بتجدها فين؟ عند أصحاب الغنم، يعني معنى الحديث. فاللي عايز أقوله إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كمان في أحاديث كتيرة إن هي من الشيطان سبحان الله، بتخزن الحقد، وقيل إن هي برضه في حديث ثاني إن هي عندها السنام ده بيخزن الطعام أو كذا، وممكن حتى بسموها سفينة الصحراء، ممكن تقعد فترة كبيرة ما تاكلش. بس الإبل يعني مع التكرار، مع التكرار وعلى الوقت اللونج تيرم زي ما بيقولوا، يعني الفترة الطويلة، بتجد إن لحوم الإبل ممكن تورث عند صاحبها الغلظة والشدة والشراسة والشيطنة، ممكن تكون سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن احنا نتوضأ، وطبعا الشيطنة وأي حاجة لها علاقة في الشيطان، الشيطان خلق من النار، والشيء اللي يطفئ النار هو الماء. فالمية لما الإنسان بيتوضأ بتخليه يبقى صافت كده أجين، يعني بتخليه يبقى لين كده تاني ويهدى وجسمه يهدى. إنما الشيطنة والكلام ده كله اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا إن احنا نتوضأ بعد أكل لحوم الإبل. سبحان الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة إن هم ما يصلوش في مبارك الإبل. مبارك الإبل فين؟ المكان اللي بتبرك فيه الإبل. قال هذا مكان فيه شيطان. فلذلك يا إخواني مهم جدا جدا، بعد الناس بقى بيستشهد بحديث ضعيف أو حتى بين فابريكيري، يعني موضوع إن واحد صحابي يعني عمل ريح أو كذا فاتكسف يقوم، وبعدين الرسول قال للصحابة اللي أكل لحم إيه باليوم يتوضأ عشان قال الصحابي يقوم في وسطهم. الكلام ده كلام ماليش أي أساس من الصحة. نعم، الحديث اللي احنا قلناه ده حديث توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم لازم ناخد بيه، إنما الحديث بتاع الرجل اللي الرسول قال له قوم في وسط الناس ده كلام مش مظبوط. فاللي أنا عايز أقوله يا جماعة، أي أكلنا لحم الإبل لابد إن احنا نروح نتوضأ ونسمع للي النبي عليه الصلاة والسلام قالوا، ما نفتيش كتير، طالما مش عارفين ما نفتيش كتير، تمام؟ دي واحدة. فعايز أقول لحضراتكم إن شاء الله رب العالمين كويس إن احنا نتبع السنة بتاع النبي عليه السلام، واللي الرسول قاله لنا نعمله عشان يبقى فيه سعادة الدنيا والآخرة. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أخوكم سيد جمعة، إن شاء الله بنشوفكم على خير بإذن الله. اعملوا شير للفيديو ده هوت عشان الناس تستفيد. يلا مع السلامة.